اهو علي جه علشان يبقى الكلام مره واحده قدامكم انتوا الاثنين. خير يا ماما؟ في ايه؟ تعالى يا حبيبي، اتفقنا انا وعنايات ان الحقيقه لازم تبان، وان الراجل البريء ده لازم يطلع. الصراحه يعني هو ده اللي هيريح عمر في تربته ويخفف عنه يوم السؤال. بس الموضوع مش بالسهوله دي. ازاي يعني؟ لا سهل. خد كده كوبايه شاي بالنعناع من ايدين النعناع، وروق كده وقول لي ايه الصعوبه يا علي في ان احنا ناخد الدليل ونطلع بيه على الحكومه؟ الصعوبه لو كان عمر لسه عايش، لانه كان هيدخل السجن مكان الراجل البريء اللي كان هيطلع. لكن عمر مات الله يرحمه، وحسابه ما بقاش في الدنيا، حسابه عند ربنا الله يرحمه. ومتهيألي هو اللي وصاكم ان انتوا لازم تقدموا الدليل ده للنيابه علشان الحق يبان، صح ولا انا غلطانه؟ لو سمحت يا ماما وطي صوتك عشان اخواتي ما يسمعوش. حاضر. دلوقتي قدمت الدليل والقاضي حكم بالبراءه. حلو. احنا بقى فين؟ انا وانتي وزين وفرح وحسين ومامته، فضحتنا هتبقى بجلاجل. وبدل ما مصر كلها بتتكلم عن صفوت، هيتكلموا عن عمر البرنس. وتجيب اصله وفصله ومراتاته وعياله، والناس تشاور علينا في الشوارع. هتبقي تمام لما فرح يتقال لها ابوكي فاسد ومات مرتشي؟ هتبقي تمام مع ده؟ فضايح ايه اللي بتتكلم عنها يا علي؟ الراجل اللي اتعدم بذنب ابوك وسبب عمايل ابوك، واحنا براءته في ايدينا اللي ممكن تنقذه، انتوا عايزين تحملوا لها الذنب الدنيا واخره ليه يا عيال؟ ليه؟ اهدي يا احسان، اهدي. اسمع يا علي، الناس يا حبيبي بتنسى بسرعه. وبعدين دي وصيه ابوك الله يرحمه، انا وامك مش هنخالفها. احنا يا حبيبي هنروح نبلغ كده كده. وبالنسبه بقى لروح قلب النعناع حبيب قلب امك، ايه خير؟ عمال تفرج بس وما سمعتش حسك من اول القعده. خير؟ طب ما احنا محتاجين نمسك العقل اكتر من كده شويتين. وهو علي مش قصده ان احنا ما نبلغش، بس الفضائح اللي انتوا عمالين تتكلموا فيها دي مش هي المفروض الحاجه اللي تخوفنا اصلا. يا سلام، امال ايه بقى اللي المفروض نبقى خايفين منه دلوقتي؟ الناس دي مش هتحلنا يا ماما، ممكن يعملوا معانا زي ما عملوا مع ابويا. انا والله كل اللي هممني انت واخواتي وحضرتك طبعا. استنى ثانيه واحده، يعني ايه ممكن يعملوا فينا زي اللي عملوه في ابويا؟ ان هم هددوه يعني وكانوا ضاغطينه. لا يا علي مش دي الحكايه. بابا اتقتل. اتقتل؟ بابا اتقتل يعني ايه؟ ابوك مات ازاي يا حسين؟ الناس دي قتلته في المستشفى، كانوا مراقبينه عارفين انه ناوي يطلع من المستشفى على النيابه بالدليل اللي معاه. خلصوا عليه. وانتوا عارفين وساكتين؟ انت واخوك فاهمين روحكوا رجاله كده؟ عارفين ان ابوكوا اتقتل وساكتين؟ لا، احنا بقى مش هنسكت، احنا هنروح القسم نبلغ. وانا مش متعتعه من هناك الا لما يحطوا الكلبشات في ايدين ولاد الكلب دول. اهدي بس، اهدي. انا عايز اجيب حق وعايز الراجل التاني ياخد براءه، بس ده لازم يتعامل بطريقه مظبوطه، عشان لو ما اتعملش كده احنا اللي هنتضر. واحده واحده يا ماما، وانا هحل كل حاجه، بس بالراحه. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.